بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه، آمين. وصلنا في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، وصلنا إلى قوله تعالى: قال إني أريد الآية فيها استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن يتزوجوها، واعتبار الولي في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بولي، وأن العمى لا يقدح في ولاية الولي ولا في ولاية النكاح. فقد تقدم أنه أي أنه كان أعمى. وجواز جعل الصداق منفعة، وهي رعاية الغنم، ولو من حرة، ولو كان الزواج لحرة. وجواز مقابلة منفعة بدون الحر بالأعواض، واعتبار الإيجاب والقبول في عقد النكاح، فلا بد من قابل وموجب. وقال مكي: فيها خصائص في النكاح، منها أنه لم يعين الزوجة، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة، يعني بداية الزواج، وجعل المهر إجابة، ودخل ولم ينفذ شيئا، أي لم يدفع شيئا، بمعنى أن جميع ما تقدم من حقوق المرأة في ذمته. وقال ابن الفرس: استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الأب البكر البالغة، على إنكاح الأب البكر البالغة بغير استئمار، لأنه لم يذكر فيها استئمارا. قال: واحتج بها بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق أنكحته إياها، خلافا لمن اختار أنكحتها إياه، قائلا: لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه. وقال ابن العربي: استدل بها بعض أصحاب الشافعي على أن النكاح موقوف على لفظ الإنكاح والتزويج، لأن الألفاظ معتبرة عندنا معاشر الشافعية. قال: واستدل بها بعضهم على صحة نكاح التفويض، أي فوضتك لتعقد لي، لأنه جعل الإجارة عائدة إلى نفسه وليس للزوجة منها شيء، وذلك لا يجوز، فوجب أن يحمل على التفويض، بمعنى أن الفتاة تفوضت أباها في كل ما يفعله من حقوق الزواج وقبول النكاح وما يترتب عليه من شروط وترك المهر، فوجب أن يحمل على التفويض وترك المهر، وأن قضية الإجارة كانت بالتراضي بين موسى وشعيب لا قهرا. قال: واستدل بها قوم على جواز الجمع واستدل بها قوم على جواز الجمع بين نكاح وإجارة في صفقة واحدة، فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها، فالنكاح عقد والإجارة عقد، وكانا في صفقة واحدة، فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها. واستدل به علماؤنا
على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة، فإن موسى عليه السلام كان حينئذ فقيرا لا يملك شيئا. قال: وفيها رد على من منع الإجارة المتعلقة بالحيوان 10 سنين. لأنه يتغير غالبا. قال: وفي قوله: والله على ما نقول وكيل، اكتفاء بشهادة الله، ولم يشهد أحدا من الخلق، فيدل على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح. وفيه خلاف أيضا، لا بد عندنا الشافعية من شهادة عدلين ثقتين. أما بالنسبة لموسى فموسى ثقة عدل، نبي من أنبياء الله تعالى، وقد عرف شعيب قيمة هذا الرجل وما صدر منه، وهذا لا يصدر إلا من نبي. والأنبياء أمناء معصومون، لا يتصور منهم الظلم ولا الجور، إنما الإشهاد على أناس يتصور منهم الخلل والزلل ورفض الحقوق. قال: غيره استدل الحنفية بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين 100. واستدل بها الأوزاعية على صحته فيما إذا قال: بعتك 1000 نقدا و2000 نسيئة. وليس هذا من البيعتين في بيعة، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ولم يعينها، فجعلوا صحة البيع فيما إذا قال: بعتك أحد هذين البيعين 100. واستدل بها الأوزاعية على صحته فيما إذا قال: بعتك 1000 نقدا و2000 نسيئة. واستدل بها الحنابلة على صحة استئجار الأجير بالطعبة والكسوة، بأن يطعمه ويكسوه. قوله تعالى: وسار بأهله، قال ابن العربي: فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث يشاء، وهذا غالبا إنما يحمل على الأمناء. قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم، قيل أراد علم الكيمياء. قوله تعالى: تلك الدار الآخرة، أخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال: إن الرجل ليحب أن يكون شسع نعليه أحسن من شسع صاحبه، فيدخل في هذه الآية. قوله تعالى: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، قيل معناه: لا نكن بين ظهرانيهم. فهو أمر بالهجرة، حكاه الكرماني في الغرائب. سورة العنكبوت، قوله تعالى: 1000 سنة إلا 50 عاما، فيه رد على من قال: لا يستثنى من العدد عقد صحيح، لا يستثنى من العدد عقد صحيح. قوله تعالى: 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عاما، فيه رد على من قال: لا يستثنى من العدد عدد صحيح وليس عقد صحيح. والواضح أنه يستثنى ما لم يكن مستغرقا. قوله تعالى: وأصحاب السفينة، قال ابن الفرس: استدل به بعضهم على أن ساكن الدار يدعى صاحبها وإن لم تكن له ملكا،
صاحب الدار أي ساكنها وإن لم تكن له ملكا. قوله تعالى وتقطعون السبيل هو قطع الطريق. قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر قال صلى الله عليه وسلم كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم أي يرمونهم بالعصا أو بالحصى أو غيرها إذاء. أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أم هانئ، وأخرج عن مجاهد أنه الصفير ولعب الحمام والجلايق وحل أزرار القباء. القباء ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه أي يلبس منطقة. قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هو أصل في آداب المناظرة والجدل، بأن يناظر أهل الكتاب بكلام يقنع الآخر بأدب جم وأخلاق عالية، وهذا من آداب المناظرة والجدل. قوله تعالى وقولوا آمنا الآية فيه أنه لا يصدق أهل الكتاب ولا يكذبون فيما أخبروا به بل يقال لهم ذلك. قوله تعالى وما كنت تتلو الآية فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وفيه رد على من زعم أنه كتب. والدليل أيضا نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. قوله تعالى إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال سعيد يعني إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا لئلا تبقوا في أرض المعصية. قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال بعضهم الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون إكراما لهم لما أخلصوا فيه من أعمالهم وأنهم عملوا بما علموا. أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج عن ابن عيينة رحمه الله قال إذا رأيت الناس وإذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بما عليه المجاهدون وأهل التقوى، فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم اهدنا سبيلك وعلمنا طريقك وفقنا لمحابك وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات. سورة الروم. قوله تعالى فسبحان الله. أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله فقال الصلوات الخمس في القرآن قال نعم، فقرأ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون قال صلاة المغرب وصلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر وحين تظهرون صلاة الظهر، وقرأ ومن بعد صلاة العشاء. قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج الآية استدل به من منع نكاح الجن لأنه لا انسجام بين بني آدم والجن، فإن هؤلاء خلقوا من تراب وهؤلاء خلقوا من مارج من نار فلا تستوي الخلقة ولا يحصل الانسجام. قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم استدل به على أن اللغات توقيفية، على أن المعنى من آياته خلق اللغات المختلفة التي تجري على الألسنة. نقل ابن الحاجب الاتفاق على حمل الآية على ذلك لأنه أبلغ من الحمل
على صور الألسنة وتأليفاتها لتشابهها جدا. ومنهم من يقول أنها كسبية، وهذا رأي الاعتزال. وأما أهل السنة فقالوا إنها توقيفية لقوله تعالى في هذه الآية، ومن آياته خلق اللغات المختلفة. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. الآية استدل به على أن كل مولود يولد على الفطرة أي الوحدانية. ولحديثه صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إنك لا تسأل عن أعمال الناس، إنما تسأل عن الفطرة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة أي على الوحدانية ومعرفة الرب. ثم يقول: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة هي المنجية للعبد على من عقد عليه قلبه من وحدانية الله تعالى والإيمان بوجوده. قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، نزلت في هبة الثواب أي ليس فيه أجر ولا وزر. أخرج ابن أبي حاتم ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك ومحمد بن كعب القرضي ولفظ محمد: هذا الربا الحلال، أن تهدي تريد أكثر منه وليس له أجر وليس عليه وزر. هبة الثواب أن تهدي أخاك شيئا فيعطيك أكثر منها. هذا الربا الحلال، أن تهدي أخاك شيئا تريد أكثر منه وليس له أجر وليس عليه وزر. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فقال: ولا تمنن تستكثر. سورة لقمان. قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال ابن عباس: هو الغناء. قال عطاء: الغناء والباطل. وقال عبد الكريم: الغناء والشعر. أخرجها ابن أبي حاتم، وأخرج عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام. وفيهن أنزل الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وكل ما يدعو إلى هذا حرام، وكل ما دعاك إلى حرام فهو حرام، ولا يجوز التجارة بهن ولا أكل أثمانهن. قوله تعالى: وفصاله في عامين، فيه رد على من قال مدة الرضاع 30 شهرا أو 3 سنين، لأن الله قال في موطن آخر: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالفصال عامين وأقله 6 أشهر أقل الحمل. وبهذا حكم عثمان رضي الله عنه على تلك المرأة التي أنجبت 6 أشهر. قوله تعالى: وإن جاهداك. الآية فيه أن الوالد لا يطاع في الكفر ومع ذلك يصحب معروفا، أي يصاحبه ابنه معروفا ويقوم على خدمته بما يستطيع. قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس. قال ابن عباس: لا تتكبر،
فتحقر عباد الله وتعرض عنهن وتعرض عنهن بوجهك إذا كلموك. أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن مجاهد رحمه الله قال: هما الرجلان يكون بينهما الشحناء فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا. وعن الربيع بن أنس قال: ليكن الغني والفقير عندك في العلم سواء، فإنها هي العدالة الكبرى. قوله تعالى: واقصد في مشيك. قال سعيد بن جبير يقول: لا تختالوا في مشيك. وقال قتادة: نهاه عن الخيلاء. وقال مجاهد: تواضع واقصد، أي تواضع في مشيك. وقال يزيد بن أبي حبيب: أسرع. أخرجها ابن أبي حاتم. قوله تعالى: واغضض من صوتك. قال سعيد بن جبير: اخفضه عند الملأ. أخرجه ابن أبي حاتم. سورة السجدة. قوله تعالى: ولو شئنا. أخرج ابن أبي حاتم عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن القدر فقال: نعم، إن الله تعالى يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فالمشيئة متعلقة بإرادته تعالى، وإرادته متعلقة بعلمه تعالى، ولا يكون إلا ما شاءه الله وقدره الله، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أخرج ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت أنبأتك بأبواب الخير. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل. أخرج ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت أنبأتك بأبواب الخير. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى قال: أتراك أقام قلوبهم أم أقام جنوبهم؟ والله ما قامت الجنوب حتى قامت القلوب. فأقام الله تعالى القلوب والأبدان والجنوب تبع. ولهذا يعسر القيام في الليل على كثير من الناس، لأنهم لو اشتاقوا إلى جلال الله وعظمة الله والوقوف في بين يديه في مناجاته لما طاب لهم النوم في جوف الليل. وأخرج عن الحسن أنه فسرها بقيام الليل. وعن الأوزاعي أي عبد الرحمن رحمه الله قال: كنا نسمع أنه القيام من الليل. وعن مالك قال: صلاة الليل بعد النوم، وهي المسماة بصلاة التهجد. وأخرج الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة وهي العشاء. وأخرج البزار عن بلال رضي الله عنه قال: كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بعد المغرب إلى العشاء، فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: عن النوم قبل العشاء الآخرة، لأن الإنسان إذا غربت الشمس حن إلى النوم طبعا وخلقة، لأنه يتعب خلال النهار، لكنهم أشغلوا أنفسهم بين الصلاتين حتى يدركوا صلاة عشاء الآخرة.
قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. استدل بعمومه من قال إن الفاسق لا يلي النكاح لأنه ليس بعدل، فلم يسوي الله تعالى بين الفاسق والمؤمن. ولهذا اشترط الإمام الشافعي في هذا الشاهد أن يكون عدلا، فتارك الصلاة لا يعد عدلا، والعقد إذا شهد عليه تارك الصلاة لا يعتبر صحيحا، ولا الذي يصر على شيء من الكبائر لأنه فاسق بإصراره على الفسق فيخرجه عن حد العدالة، وبالتالي لا يكون عدلا في الشهادة ولا يكون عدلا في النكاح. قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة، والإمام هو الشخص الذي يقتدى به. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بنت الشافعي أنه سئل عن قول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان، وإذا ذهب الرأس ذهب الجسد. فقال: ألم تسمع قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. على ماذا صبروا؟ على قضائه وبلائه وسائر أحكامه، فكانوا أئمة هداة مهديين، جعلهم الله تعالى نبراس الهدى وأئمة يقتدى بهم على ممر المدى، لما كان عليهم من جلالة الصبر والرضا بالقضاء. لما أخذوا برأس الأمر وهو الصبر صاروا رؤساء، أي جعلهم الله تعالى رؤساء. سورة الأحزاب، قوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم فيه، فيما أخطأتم به، فيه أن الخطأ مرفوع ولا إثم على المخطئ، وكذلك الناس. أخرج ابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت أن رجلا سأله فقال: إن قوما طلبوني حاجة فظننت أن لا يعذرون، فحلفت بعتق مملوك لي إن كانت حاجتكم عندي في المنزل. فقالت المرأة: حاجتهم في المنزل، ردها فلان بالأمس. فقال: لا بأس أمسك. قال: لا بأس أمسك عليك مملوكك، لأنه ما فعل ذلك وهو جازم، فالخطأ لا يثبت عليه اليمين. وتلا هذه الآية: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فقال العلماء: الناس والمخطئ والمكره يمينه غير منعقد، وطلاقه غير منعقد، ولا شيء عليه إذا قال شيئا من هذا، لأن الخطأ مرفوع والإثم مرفوع. ولهذا قال له: لا بأس أمسك عليك مملوكك ولا شيء عليك، وتلا هذه الآية. ولهذا لا بد من المفتي أن يكون عالما بروافع الأحكام، فإن الخطأ والنسيان والنوم والغفلة رافعة للإثم ورافعة للحكم وما يترتب عليه من الأحكام. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. فجاء الإسلام من أوله إلى آخره يسرا ورحمة للعالمين، فمن أخذه برحمة رحمه الله، ومن أخذه بشدة إنما شدد على نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، والإسلام كله رحمة
اللهم ارحمنا برحمة الإسلام والإيمان والإحسان، واجعلنا من جملة المقبولين عندك في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.